الحين منو قدماء السابقات سيدي؟ والله كثير من الأوائل السابقات قديمة. أي والله تفضل. في ما تحضر الحضب ولا؟ ترى على فكرة في حتى رفاعية وفي من العداسين العدساني. في مغنين وفي صانم وفي الشعلان كان معنا بكاسكو فيصل الشعلان. الشعلان فيصل هذا الشعلان هذول من قدامة كذلك مشيبة. صحيح صح. عبدالله عربود البذالي كذلك هذول من قدامة. الذايد العنزي. الذايدي. هذه منطقتنا هذولين. زين بسألك منو من الشخصيات اللي صاروا عظام اسمها من هالصيبخات غير خلف دميثير العنزي وغير والهبيدة؟ الهبيدة سياح مشيب. اي صح. سياح. وكان خالد فرحان العنزي واحد بالبلدي؟ خالد كان في البلد. وهو هيف الحجرف كان؟ لا هذا اللي بكون دار الوحدة في الجهة. صح صح. لما كان خالد صالح الغنين الدكتور احمد الخطيب. ايوه رحمه الله. مجموعة يعني كثيرة لكن ما تحضر من اسمهم ما نبي. صح. ناس وكل الناس. الناس كلها خير وبركة. بشر دواوين بالسابقات. والله كثير الدواوين. كل فريق فيه 50 دوانية. ما شاء الله. 50 دوانية. والهواجر والهرشانية وبعد ما شاء الله. كلهم نعم فيهم. اي والله. اي والله. في الجميع. شكرا سيدي. والمنطقة صارت كلها دواوين. ما شاء الله الله يزيد يبارك. يوم. صح. كلها مفتوحة الدواوين للصيف. صح صح. والحين راح تصير لها واجهة بحرية ما شاء الله الحكومة مو مقصرة. إيه وبعدين منطقة حلوة مداخل خارج. صح. وعلى البحر. البحر. الوالد كان سيد يصير يقول يا ابني اللي عنده نفسية ياخذ بيته وشاليه على البحر أو مكتب. يقول البحر. البحر بحر ميسر. لا أقول